اهلا بكم طلاب الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي، يا رب تكونوا بخير. هنشتغل مع بعض شويه تريكس كده في السريع، يلا بينا. السؤال الاول بيجي يقول لك 2 7 are two roots of equation x power 2 plus ax plus b equal 0. طبعا هنجيب السم والبرودكت للتو روتس، يلا بينا. هنقول السم equal negative b over a، يبقى negative b، ال negative b هو مين؟ هو ال a، يبقى negative a over ال a ده 1. خلاص السم قال لك احنا عندنا 2 roots 2 7، يبقى negative a equal 2 plus 7 اللي هي 9، فال a equal negative 9. خلاص نجيب البرودكت، عبارة عن C over A، وال C عندنا هي ال B over ال A1 equal B، يبقى ال B ده هو ال product بتاع 2 و 9، 2 times 9 2 times 7 equal يبقى 14، يبقى ال B equal 14. هو طالب مننا ال A plus ال B، قلت له negative 9 plus 14، negative 9 plus 14 equal 5، خلصت المسألة. خلاص السؤال اللي بعده بيقول لك ال و ال plus root 3. هنا بيقول لك ال و ال plus root 17 are two roots of equation دي. هو بيقول لك find ال b، قلت له بص انا ما اعرفش غير خطوة واحدة، طالما انا عايز ال b هقول ال b. هنجيب ال sum وال product، نبدأ نجيب ال sum، هنعمل دول بلس بعض، ال بلس ال بلس root 17 equal ال و ال to ال بلس root 17 بلس equal negative b over a. طبعا ال b negative b negative b over ال a، ال a الرقم اللي جنب ال export 1، يبقى ده معناه ان 2 ال plus root 17 equal negative دي نمبر 1. نمبر 2 هنجيب البرودكت، البرودكت عبارة عن ال تايمز ال بلس روت 17 ايكوال، ندخل ال دي بالتايمز ال تايمز ال ال باور 2 بلس روت 17 ال. خلاص لما دخلت ال ال بالتايمز جوه، بعد كده هنقول رول البرودكت هو سي اوفر اي. طب ما السي بكام يا مستر؟ السي ب8 اوفر ال a1، يبقى كده ال باور 2 بلس روت 17 ال ايكوال 8 اوفر 1 اللي هي 8. في اعتراض؟ مفيش اعتراض، دخل 8 جوه بعكس الساين، يبقى ال باور 2 بلس روت 17 ال ماينس 8 كل ده ايكوال 0. طبعا هنحطها على الكالكوليتور مود equation 1 equation 1 3 اسف، حطها على الكالكوليتور لقيت لي اجابتين، طلعت لي negative ال equal negative 7 minus root 17 over 2، وطلعت ال equal 7 minus root 17 over 2، طلعت لي إجابتين، ال ال طلعت بإجابتين كده وكده. قلت له خلاص هناخد دول نعوض بيهم في 1، يلا بينا. يبقى نقول النيجاتيف بي نعوض بأول واحدة ال 1 equal، يلا بينا 2، شيل ال ال واكتب مكان الحبة دول دول كله اللي هو عبارة عن negative 7 minus root 17
over 2 plus root 70. حطها على الكالكوليتر يطلع لك negative 7. negative b equal negative 7. negative 7 شيل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى البي بس equal 7. اللي بعدها هنحط دي هو L2. احنا خلاص حاطين L1، هنحط دلوقتي L2. يلا يبقى 2، يبقى نيجاتيف بي ايكوال 2، شيل ال L واكتب مكان الحبة دول، 7 ماينس روت 17 اوفر 2 بلس روت 17، يبقى نيجاتيف بي ايكوالز، بحسب دول بالكالكوليتر تطلع معانا، تطلع معانا كام؟ تطلع معانا 7 بس، النيجاتيف يروح هناك يبقى ال B equal negative 7. كده معانا إن ال B equal يا positive يا negative 7 إجابتين، والاتنين صح، تلاقيها في التشوز. هو المسألة تقيلة، خلي بالكم. السؤال اللي جاي ده سؤال جميل، solution كله يركز فيه، وانا قلت الملحوظه بتاعته في وانا بشرح في الحصه. قلت لك ده ممكن اللي فوق يتفك ب2 براكتس. بعض الطلبه تاخد الطريق السهل وبعض الطلبه تاخد الطريق الصعب. الطريق السهل انا هقوله دلوقتي، اللي تحت ده ينزل زي ما هو. شايف الفور دي 2 2، شايف الاكس 4 2 اكس واكس، شايف البوستيف هاخد واحده هنا بوستيف واخد واحده هنا نيجاتيف، شايف الناين أقول هنا 3 وهنا 3، واي باور 2 هنا واي وهنا واي. مستر غلط، عشان دي بوستيف وهنا بوستيف، طيب از نيجاتيف المفروض دي نيجاتيف. قلت لك دي بتتفك فيها اي، وما تنساش اللي فيها اي، دي معلومة مهمة، فتاخد بالك ان ده زي تحت. خلي بالك فكت اللي فوق ده، فكته كده شايفها، احفظها، كنسل ده مع اللي تحت كله، اتفضل كام؟ 2x plus 3yi ده اللي فاضل، شايفينه؟ هو ده كده الطريق السهل، فنقول ده equal اللي هو مديهولي. يلا بينا، يبقى 2x plus 3yi equals half plus 1 over 3i. نقسم صفحتنا نصين وناخد اللي مفهوش x اللي مفهوش i اللي هو الريل مع الريل، يبقى 2x equal half، واللي فيه y اللي فيه i مع اللي فيه i، يبقى 3y equal 1 over 3، وادي 2 هناك بال divided، ف x بس equal half divided to 1 over 4، وادي 3 بال divided، يبقى i equal 1 over 3 divided 3، يبقى y equal 1 over 9. يبقى كده انا جبت ال x وجبت ال y. هو طلب مني 4x كام؟ plus 9y، قلت له 4، شيل ال x واكتب مكانها 1 over 4 plus 9، شيل y واكتب 1 over 9، كل ده equal 2. خلصت المسألة، مسألة قيمة جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده طبعا هنا بيقول لي جزء الريل فيه equal اهي شايفينها، فنقسم صفحتنا نصين اخد الجزء اللي مفهوش i مع الجزء اللي مفهوش i، يبقى 2x minus ry equal 5. الناحية التانية الجزء ده فيه i، البراكت كله فيه i، يبقى x minus 2y equal الرقم اللي جنب ال y جنب ال i هو ال 1، يبقى اللي جنب ال i هو x minus 2y، وهنا جنب ال i ال 1. خلاص كده تقول لي مستر انت عندك 2 equations، بص دي equation 1 دي equation 2، عايزين نعمل لهم solving، نحلهم مع بعض. هنضغط مود equation 1، مود equation ايه 1، اصحى معايا، نضغط مود equation اللي هي 5 1. هنكتب اول حاجة 2 اللي جنب ال x، بعد كده اللي جنب ال y negative 1،
بعد كده نروح لإيكويجن اتنين إيكوال فايف، بعد كده ينزل لإيكويجن اتنين وان، بعد كده نيجاتيف تو، بعد كده وان إيكوال تطلع الإكس بالثري والواي بوان، يبقى إكس طلعت بالثري والواي طلعت بوان، يبقى الإجابة ثري وان. خلصت المسألة وزي الفل. السؤال اللي بعده بيقول لك 3a over b و b over 3a are two roots of equation d. رحت انا قلت له بقول لك ايه، قال لي قول، انا فهمت ان ده مقلوب ده، فانا ممكن اشتغل بالبرودكت على طول، هعمل ده 3a over b root الاول times the root التاني اللي هو b over 3a. فتقول لي مستر يبقى البرودكت كانسل 3a مع 3a اللي فوق والb اللي تحت مع الb اللي فوق، دي كام 1. طب ما نجيب البرودكت من الرول، من الرول من الايكويشن، يعني هنقول كده البرودكت ايكوال سي اوفر اي، السي هو مش اكيد اللي جنب الاكس باور 2 ده الاس اسمه الاي، يبقى الاي ب 3، واللي جنب الاكس ده البي، واللي قاعد لوحده ده هو الاي، يبقى 2k ماينس 5. خلاص يبقى السي اوفر اي هو 2k ماينس ال5. خلي بالك من ده، يبقى تقول لي مستر يبقى البرودكت اللي هو 2 k minus 5 over 3 كل ده ب 1 cross multiplication، يبقى 2k minus 5 times 1 2k minus 5 equal 1 times 3 ب 3، وأدي ال negative 5 بعكس الثاني يبقى 2k equal، يروح هناك ب positive 5 3 و 5 8 divided 2 يبقى k equal 4. وخلصت المسألة. مسألة جميلة جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي كيوبيك روت ال وكيوبيك روت ام ار تو روتس. قلت له مستر طب دي تتفك ازاي؟ طبعا دي فكتها غلسة شوية. خلاص بتتعمل ازاي؟ تجيب الروتس الأول للأولد ايكويشن، احنا خطواتنا الأولد أو الخطوة الأولد، تبدأ تفك تجيب الأولد، الأولد ايكويشن اللي هي اكس باور 2 اللي هو مديها لي ماينس 3 اكس بلس 2 كل ده ايكوال 0. خلاص ابدا اعمل لها فاكتوريزيشن، يبقى اجيب الكالكوليتور يلا مود ايكويشن 3 نكتب 1 ونيجاتيف 3 و2، يبقى الاكس 1 ب 2 واكس 1 واكس 2 ب 1، يبقى الاجابه طلعت 2 1، يبقى 2 روتس 2 1 2 ايه 1. قال لي خلي بالك ال هو الاكبر، فقلت له يبقى ال ايكوال 2 والام ايكوال 1. دلوقتي مش ال والام، هو قال لي ال اكبر من الام، خلي بيقول لي خلي بالك من كده، قلت له يبقى كده انت قايل لي ان كيوبيك روت ال ايكوال 2، هو ديت ال 2 روتس بتاعه الايكويشن اسمهم كيوبيك روت ال وكيوبيك روت ام، واحد طلع ب 2 وواحد طلع ب 1، عشان اشيل ده هعمل ايه؟ احط باور، احط باور كام؟ احط باور 3. خلاص احط باور ايه؟ باور 3 في الناحيتين يا مستر. في الناحيتين يلا بينا. هتقول لي مستر يلا بينا حط هنا باور 3 عشان تشيل الروت، حطيت باور 3 بشيل الروت بقت ال بس ايكوال، حط باور 3 الناحية التانية 2 باور 3 ب 8، حط باور 3 هنا ديك ام، حط باور 3 الناحية التانية 1 باور 3 ب 1، يبقى ال 2 روتس. يلا بينا نجيب النيو، هنبدأ نجيب السم بتاع ال 2 روتس. قال لك ال 2 روتس بتاع الجديدة ال و ام، يلا بينا السم ال بلس ام، احنا الحمد لله جبنا ال ب 8 بلس ام ب 1 تطلع 9. هات البرودكت، البرودكت ايكوال ال ام 1 تايمز 9 ايكوال 9، 1 تايمز 8 ب 8. خلاص يبقى انت دلوقتي معاك التور السم والبرودكت بتاعت الجديدة، نعمل 4 الخطوة الثالثة اكس باور 2 ماينس السم 9 اكس بلس البرودكت 8. خلاص بلس البرودكت كام؟ 8 تطلع ايكوال 0. خلصت المسألة وكده
عملت الإيكويشن اللي هو طالبها مني، form is equation. سؤال نمبر 7، بيقول لي find the general solution. قلت له طب بسيطة، 3 theta plus or minus 2 theta equal 90 plus 360 n. الرول ده لازم تبقى حافظه، ده بتاع الجنرال سوليوشن، الانجل دي بتاعت الساين، لازم بتاعت الساين الاول بلس الانجل او ماينس الكوزاين يديك 90 بلس 360. نقسم صفحتنا نصين، مرة ناخدها بالبلس يبقى 3 سيتا بلس 2 سيتا ايكوال 90 بلس 360، ومرة 3 سيتا ماينس 2 سيتا ايكوال 90 بلس 360. التلاتة سيتا واتنين سيتا فايف سيتا equal 90 plus 360. ودي دي ال 5 دي شيلها بال divided divided 5 divided 5 divided 5 كله يبقى سيتا بس equal cancel cancel 90 divided 5 18. خلاص 90 divided 5 18 360 divided 5 equal 72 n. هنا نفس الكلام 3 theta minus 2 theta بثيتا equal 90 plus 360 n. يبقى solution set كده، انا جبت general solution 18 plus 72 n and 90 بلس 360 ان. خلصت المسألة، مسألة جميلة ما فيهاش أي حاجة. السؤال اللي بعده بيقول لي sec 3 سيتا بلس ايكوال 2. ركزوا في السؤال ده، السؤال ده مهم عندي. هقول له طيب أنا عندي sec 3 سيتا ايكوال 2، طب ما السك ده مقلوب الكوزاين، ينفع أقول 1 أوفر كوزاين 3 سيتا ايكوال 2. تقلب الكوزاين تبقى كوزاين 3 سيتا، فتقلب الناحية التانية 2 تبقى هاف، يبقى أنا قلبت ده، قلبت الفراكشن هنا، قلب الفراكشن الناحية التانية. تقول لي مستر هي كوزاين 3 سيتا هيكوال هاف صح؟ قلت له أيوه. قال لي أول حاجة تشوف الكوزاين دي بوستيف فين وفين، هي بوستيف في كلمة أستك، أستك هي بوستيف في الفيرست وبوستيف في الفورس كوزاين، يبقى بوزيتيف في الفيرست وفين وفي الفورس. خلاص هنجيب سيتا الأصلية، سيتا الأصلية الأنجل الأصلية يعني، هنجيب سيتا الأصلية اللي هي الأنجل الأصلية. خلاص هنضغط ايه بقى؟ قول يا مستر بمنتهى البساطة هنضغط شيفت شيفت كوزاين كوزاين الهاف، تطلع علينا 3 سيتا اللي هي الانجل ايكوال 60، ديفايد 3 تطلع السيتا ايكوال 20، فكده تطلع السيتا عندنا ب 20. السيتا بكام؟ ب 20. في مشكلة؟ طبعا هي مفيش مشكلة خالص في السؤال، هو بس كل الفكرة إنك تخلي بالك إن الأنجل هو بيقول لك السيتا is the measure of the acute positive، يعني في الفيرست هو عايزها في الفيرست، سوري إحنا مش لازم نشتغل في الفيرست. خلاص تطلع السيتا equal 20 وشكرا عليك. خلاص تطلع الإجابة 20. طب لو سابها لك يعني سابها لك مفتوحة، لا الموضوع هيبقى مختلف شوية. خلاص بس هي هتجيلك كده اهو، وتركز في الحتة دي انك عايزها في الفيرست، عشان زي ما قال لك انا عايزها بوزيتيف اكيوت. يقول لك اي بي سي دي السايكليك كواد، عارفين السايكليك كواد ولا مش عارفينه؟ او لو رسمت سيركل ورسمت جوه شكل مكون من فور سايدز هو ده السايكليك كواد، اي بي سي دي كل اتنين انجلز في وش بعض لازم ايكوال 180. خلاص خلي بالك من الحتة دي، وطبعا هو 4 angles ب 360. فالراجل بيقول لي sec sec قلت له sec
طبعا لو لقيت البيز زي الدينومينيتور زي الدينومينيتور، تنزل زي ما هي الدينومينيتور، نعمل اللي فوق بلس بعض، a بلس c. خلاص a بلس c بلس طبعا تان a بلس b بلس c بلس d، يعني الفور انجلز اللي هم ب 360 ديفايدد 8. خلاص طب ما a بلس b c يا مستر، دول في وش بعض 180، يبقى sec 180 over 3 plus 10 360 over 8. صعبة؟ ما أعتقدش إنها صعبة. طبعا هتروح تحسبها، تحسب كل واحدة لوحدها، دي sec، تحسب sec 160 plus 10 ال 45، يطلع معانا دي تحسبها، بس تحسبها 1 over cosine 60، يعني 1 over cosine 60 plus 10 45، تحسب تحطها على الكالكوتر كده تطلع لك الإجابة في الآخر بسري. خلصت المسألة. صعبة؟ آخر سؤال معانا، الراجل ده بيقول لي find السيتا، find يعني السوليوشن، هات السوليوشن، حل المسألة دي. فهقول له بسيطة، ناخد الأنجل دي بلس الأنجل دي اللي هي سيتا بلس 20 بلس 3 سيتا بلس 30 ايكوال ده ايكوال 90 بلس 180 ان. خلاص سيتا و3 سيتا 4 سيتا بلس 20 و30 50 equal 90 plus 180 n. خلاص ودي ال 50 بعكس الساين، يبقى 4 سيتا equal، ودي ال 50 بعكس الساين، يلا تروح عند ال 90 بالماينس يبقى 40 بس plus 180 n. خد ال 4 دي بالديفايد 4 هنا، ديفايد 4 هنا، ديفايد 4 هنا، تديك سيتا بس equal 40، كنسل 4 يعني 40 divided 4 ب 10، يعني 4 مع 4 تديك 10 plus 180 divided 4 تدينا 45 n. كده جبنا السيتا، حط سيتا equal 0، حط السيتا، حط ال n ب 0، سيتا مين؟ حط ال n اللي ب 0، ركز في كل كلمة بكتبها، الحركات دي مهمة، مهمة جدا. حط ال n بإيه؟ ال n ب 0، يلا حط ال n ب 0، يبقى سيتا ايكوال 10 بلس 45 تايمز 0، يطلع السيتا بكام؟ سيتا ايكوال 10 بس، بوت ان ب 1، تقول يا مستر يبقى السيتا ايكوال 10 بلس 45، شيل الزيرو وحط 1، يطلع سيتا ايكوال 55 ديجري، بوت ان ايكوال 2، يلا سيتا ايكوال 10 بلس 45 تايمز 2، تطلع معانا دي ب 100. تقول لي استنى مستر اقف ليه؟ عشان انا عايز السيتا ما بين الزيرو والناينتي، ال100 دي ريفيوزد، يبقى انا اخري سيتا ب 10 وسيتا ب 55، يبقى السيتا ايكوال 10 اند 55 ديجري. دول كانوا 10 مسائل ممتازين، ركز في كل مسألة فيهم وربنا يوفقكم.